بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني قوي 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 قوي. النهارده بقى ماما هتعمل حبه محشي، بس بقى مش انا هقور ونضف ووضب ومبطه، بنتي بقى تعمل بقى وهي توريه لكم بقى ازاي. انا هقول لها بس بقى هي تمشي على نفس النظام على طريقه ماما. احنا جايبين من كل حاجه نص كيلو. انتوا بتقولوا المحشي غلبه، هو مش غلبه خالص يعني. مش غلبه خالص خالص خالص، وبحب وبروح بتتعمل على طول. المبطه كده هتوريكم على طول. بصوا التقوير مش هياخد معاكي ثانيه. الفلفلاية بصوا انا بقورها في ثانيه. بصوا بصوا علموا ولادكم وانتوا اعملوا بحب يا حبايب قلبي. بصوا ادي ادي الفلفلاية قورناها، خدت ثواني، وادي الكوسايه هنقورها في ثانيه برضو. هنكحك كده بالراحه اهي اهي يا حبايب قلبي اهي. اوام اوام اوام. والتسبيكه مش هتاخد معاكم ثانيه اهو. انا اقعد اوضب لها الحاجه وهي هتعملهم في ثانيه. بصي كيلو ونص. اعملي اعملي اللي تحبيه اعمليه، مش ضروري تعملي حله يعني، اللي هي اعملي لاولادك ليكي، وانت اشطر ما وهنعلمك يعني هنعلمك على راي جيجي حبيبي قلبي. وانت انا بحبكم عشان بتحبوا جيجي. شو بقى انتوا، وانتوا غاليين عليا قوي 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 قوي. وربنا يا رب يهدي لكم الحال يا اولادي يا حبايبي كلكم، انتوا ولادي واللي زيكم جميع ما خلق. وبفرح بالسؤال عليكم. ونمرتي مع جيجي، كلموني كلموني يا حبايبي. بص حاجه ماما على قدها، وانتوا اعملوا كده زينا كده وبحب، وعلموا ولادكم. سامحنا كده بنعلم، انا بقعد كده وبعلم. بصوا ادي الكوسايه، بصوا ادي كده كوسايه، وادي البتنجانايه. خدت ايه معايا تقوير؟ ما خدتش حاجه اهي. بصوا انا في ثانيه اهي. بصوا ادي الكوسايه اهي، وادي الفلفلايه اهي. بصوا حبايب قلبي ما تطلعيش لحمها كله عشان الفايده يبقى فيها. فيها شويه لحمه. ايوه عشان فيها فايده. امال هي الكوسه ايه؟ ماما هتقور بقى، بقيت كله هتقور كله. انا بتنجانيه اهي عشان انت تشتغلي بقى وتوريهم بقى. نص كيلو ونص كيلو، والحاجه بتتعمل يا اولاد. والنص كيلو يعمل نص يعمل 1000. بصوا يعني برضو خلي فيها حبه لحم صغيره عشان الطعم يبقى فيها، ولا مفتوحه ولا اي حاجه. ايه انا ماشيه ماما بقى هتكمل بقى بقيه الحاجه وهنجي لكم تاني. ماشيه عليها. بصوا ادي الفلفلايه في ساعتها في ساعتها، وادي البتنجان. المحشي انا قورته اهوت وغسلناه اهو. بصوا اهو ده القوطه عصرناها، ودي الخضره، ودي البصلايه. بصي اهي البصلايه اهي، في اللي بيحب يبشرها يبشرها، واللي يحب يقطعها ويحط فيها الزيت وحط كل حاجه. في بقى اللي بيحب يصفر البصلايه ويروح رامي فيها القوطه ورامي ايه الخضره بعد ما تتسلق. دي بقى حاجه التوابل اهي. تعالى بقى مبطى قول له مع التوابل. ده نعناع ناشف، شاوري يا ماما. ده النعناع وتومه، ده توم عادي مش توم باودر. توم مدقوق عادي. وحبه فلفل اسود وحبه سكر وحبه كمون وشطه وكزبره وملح وبهارات وجنزبيل وقرفه. بصوا الحاجات دي قولوا يا ماما التوابل تاني. نعناع وقرفه وجنزبيل. شاوري يا ماما عشان هم مش عارفين. نعناع وقرفه وجنزبيل وحبه بهارات وحبه كزبره وحبه شطه وكمون وسكر وحبه فلفل اسود وفصين ثوم مدوقين وحبه نعناع والملح طبعا. الملح. الحاجات دي ما تتحطش خالص الا لما تتسبك الايه، الخلطه. الخلطه دي عايزه تعمليها وتصفريها وتحطيها اعمليها. عايزه تعمليها ني في ني، دي طبعا حسب دي ودي واحد، بس ده ما يتحطش الا بعد ما تتسبك القوطه والايه والبصل. احنا بقى نحط بقى القوطه على البصل عشان احنا ما بناكلوش مسبك عشان ماما وبابا كده بصوا اهو تعبانين يعني، فايه كله ني في ني. بس مش هحط بقى ولا الخضره ولا احط الايه ولا التوابل دلوقتي. ولا التوابل دلوقتي، اما تتسبك بقى هوريكم بقى. انا هنوريكم احنا بنحط برده الخضره وبنحط التوابل مع بعض. والرز اهو جنبي اهو. بصوا اديني غسلت الرز مغسول ومتصفي اهو. بصوا اهو، لان هحط التوابل على الرز ما فيهوش نقطه ميه خالص اهو. بس يا بطه. طيب بصوا بقى الخلطه هي اتسبكت اهي يا حبايب قلبي. هنحط بقى التوابل كلها هنا في الرز، وادي الخضره، ادي التسبيكه اللي اتسبكت اهي، وهنقلب كله في بعضه اهو اهي يا حبايب. بس دي بس كده ثواني واوريكم بقى اهو. بصوا كله في بعضه، الرز شرب التوابل كمان اهو. بصوا يا حبايب قلبي، وفي اشطر منكم ولا احلى منكم يا عينيا. محشي بقى معاكي كده واحدتين كده واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصي
بقى المبطة بقى تكمل لكم في الحلة وتوريكم. بصي انتي عارفه بقى كده لما بقول لك كده ليه؟ بقول لك البصله تحسي بطعمها. في ناس طبعا ما بتحبش البصل يبشرها او مثلا يضربها في الخلاط مع القوطه حسب راحتكم، بس احنا بنحب البصل. البصل دايما بنعسل الاكل. بعسل الاكل. سامعين ام نص لسان ترد عليا ازاي؟ اعمل فيها ايه؟ مش عارفه. خلاص هنخلص باقي الكميه ونيجي نوريكم بعد كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا الطعم، بصوا الصباع قد صباع ايديكم اهو. بصوا واستوى وبقى جميل قوي. طبعا المحشي مش بالطريقه دي بس، ده في طرق وطرق وطرق كتير قوي 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 قوي، وهوريكم باذن الله لو لينا عمر يا حبايب قلبي. بصوا من كل حاجه نص كيلو نص كيلو. بصوا الطعم، بصوا الكوسايه، بصوا الرز ناعم ازاي. بصوا البتنجانيه، بصوا الجمال والحلاوه والطعم بقى. اللهم صل على النبي، تعالوا كلوا معانا يا حبايب قلبي. بصوا ولا مفرط ولا اي حاجه اهو. بصوا بيلمع ازاي. اللهم صل على النبي. مفلفل من جوه، مفلفل وجميل. ما انا بقول لهم بصوا الرز اهي اهي، ولا نيه ولا معجنه ولا اي شيء. والكوسايه بصوا جمال الكوسايه من جوه. بصوا اهي، اللهم صل على النبي. بصوا حبايب قلبي ماما، انتوا حبايب قلب جيجي وانتوا حبايب قلب ماما، يعني يا روحي انتوا. بصوا بألف هنا وشكو والشفا على قلبكم، ومن ايديكم هيبقى اطعم واحلى واحلى. وسلام عليكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله لو لنا عمر، وهوريكم المحشي بقى على طرقه كتير قوي قوي، المسبك والمعمول بالبصل الناعم والبصل بتاعه اللي مضروب في الخلاط، وكله اصل المحشي مش نوع واحد، انواع وكل طرق وكل طرق. وسلام عليكم.